لو فرضني يطلع لك مصباح علاء الدين السحري يقول لك اتمنى زوج امنيات انا نحققهم لك توا. امنية الاولى نتاعك شنو هي؟ امنيتي الاولى نمشي نحرق. امنية الثانية شنو؟ امنية الثانية صاحب طفلي. نولي عندي برشا برشا فلوس نولي اغنى عبد في العالم. امنية الاولى تولي اغنى عبد في العالم. امنية الثانية يتخبى المصباح وما عاد يلقى حد باش يولي حد غني كيفي. اعطيني الغربة صاحبي نحرق. ثانية اعطيني ميكانيك. هي الفلوس ما تحكي لي حتى تحكي الفلوس هي الكل. تو البشر ما عندوش فلوس والبلاد هذه ما يسوى شيء ويزايد وما تحكي لي حتى لا فلوس الماني. ثاني أمنية تتمناها شنو هي؟ ثاني أمنية إن شاء الله في الدنيا الأخرى واحد يدبرهاش على القليلة كان ما دبرهاش غادي إن شاء الله يدبرها في الدنيا الأخرى. وكاو شنو باش تدبر في الدنيا الأخرى؟ هي ماك تعرف عادة حريات. ها حريات يا ولدي يزي كي نقعدوا تحت الظل يزي كي نبنكوا تحت الظل ونحن ناسبين غادي ماك تعرف يا وليد عمي يا الدبوس راكح مرة يمين مرة يسار نحن كي نقعدوا تحت الظل يزي. صحبت حدا طفل ما صاحبت صاحبي ما تولدت ما صاحبت جاوي بيه ملي صح ملي تولدت في الدنيا هذه ما صاحبت حدا طفل عليه صح نخدم الكل خدمته وما صاحبت جاوي بيه فهمت عليه ما صاحبش هكاك ظروف ما حكمتش ظروف صاحب طفل انا بوغوس ولا ولا خلي ولادهم يجاوبوك. قال لي يا صاحبي انا بوغوس ولا جاوبوا انت بوغوس ما شاء الله صح ما شاء الله عليه ما شاء الله فرش باب تونسي خويا ما شاء الله عليه منور. قال لي انا نتمنى امنية حياتي نصاحب طفلة ما صاحبتش عليه ما نحبش انا عليه ما تحبش صاحب انت بنات ما تحبش البنات ليه يا ودي راهي ما تقول لي عندي شكون شنيا عندي شكون تتكبر كل بنت تحب الفلوس وكدا. انا قد فلوسي صح اي هذا سوالي ما عندوش يحب الريق تتمنى يولي ما عادش فما حتى انسان انت يا كهو وغني شو باش نعمل بهم فلوس هذوك الكل نصرفهم على امي وعلى خطيبتي وعلى اللي دايرين بيا معناها عائلتي تولي سلطان لا ما لي سلطان على العباد انا ما ذيك هي تولي عندي برشا فلوس لا 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 حريم لا حد شيء ودي ناس امي تعمل عمره وحجه وكل شيء ترضى عليا وس خطيبتي شيخه وحماتي وفزت هذوك من شيخهم وكا ويتخبى المسبيح باش ما يلقى حتى حد وكا ويقعدوا يعيشوا ويخدموا يعملوا وكا معناتها تتمنى للمسبيح هذاك اللي خرج لك ما يخرج لحتى عبد داخل هذيك عرق تونسي هذيك معني بكلمه ما خيب قلبك صح معناتها تلقى انت كهو ما تحب حتى واحد اخر يلقى غيرك لا كهو كان ولي واحد يغني وكل شيء هكا اللي يطلبني نعطيه هي ما يسالش نعطي فلوس نعطي فلوس ما يسالش هكاك صاحبك يطلبك مليار زوز تعطيه نعطي يعني باش نطلب برشا برشا فلوس معنا الاف المليارات معنا باش يطلب مليار زوز مش نحس علاش اول امنيه كانت الغربه قلت لك مصباح على الدين السحري قال لك اتمنى الثمانية الكل ان نعطيهولك ما هو كي نمشي كي نخرج لبرا نركح جوي يعني علاش ملياردير ومليار تقبى بير ما نحبش انا فلوس كي نخرج لبرا نركح جو الامنيه الثانيه اللي تتمناها شنو موتور 125 180 معناتها تتمنى الحرقه وتتمنى موتور وطلع لك مصباح على الدين السحري باش تتمنى موتور وحرق رضيت لوالدين ومليارات مليارات مليارات صاحبي رضيت لوالدين كهو باش عم بها مليارات مليارات يحلوا لي ألف حاجه في حاجه اللي كنت نتمناها صاحبي ناخذو انا من غير ما نبقى نطلب الدار ونمشي نخدم راني مبيز في الدار في بياستي وفلوس عندي نطلبوا جيم نتمنى مليارات قد ايه في قد انا مليار يعيشني واحد من الناس مليار شنايا باه اول حاجه سنحل بوتيك في ضرب تحويج موتور موتور شبابه شبابه مش كركاز زاد موتور شباب نبدا نروح باه والبيت يطوي حلو رب امنيتي الاولى نسافر برا الثانية نحج امي بابا نسافر لبرا مش تسافر كيكا نحب ايطاليا انا يعني. عليه ايطاليا هكي نحبها برشا في الكواليس قلت لي والله العظيم لا يطلعها مصباح على يدير السح عليه امبوسيبل خاطر هي تو هي معناتها كوميكا فهمت كيفاش وني امبوسيبل شكون هي في الحقيقه مستحيله شنو هي باش تكون اني كتبت ربي ربي باش يجي يجيب لك امنية الصبيح مش مصباح السحري فيك متشائم وتفائل وخيرا تجدوا لك نتفائل بربي انا قلت لي امي الاولى نتمناها نحب برشا فلوس باهي جاتك برشا فلوس شنو باش تعمل بها اول حاجه تعملها شنو اول حاجه والله صدقني لما نعاونها العباد هذه الكل
اللي يستحق زاد، اللي ما يستحقش خاطر برشا ناس يبدا عنده متفي العبيد. اول حاجه نعاون هالعباد هذه، الزوالي اللي عرضني حالته ورثه خذ كتكته ولدي. لو فرضنا يخرجك مصباح علاء الدين السحري، شنو تتمنى؟ يقول لك اتمنى زوج امنيات انا نحققهم لك، شنو اول امنيه تتمناها؟ الامنيه يا اخو امي تحبت الحاجه يا اخي مكتب الهجره ان شاء الله في وقتها يكتب لنا حاجه لامي. امنيه ثانيه؟ امنيه ثانيه يحقق لي حلمتي. اللي هو شنو حلم؟ نخرج لبرا، ننجح في حياتي، نبني مستقبلي يا اخوي. الامنيه الاولى اخويا اني نفرح والدي ونزهم الحج ان شاء الله، والامنيه الثانيه اخويا اني ننجح في حياتي ونفرح اخواتي وعائلتي واصحابي والانتوراج نتاعي. الامنيات نتاعك هذوما توا ساهل تحققهم ولا؟ ابارامون في تونس توا صعب شويه، اما ان شاء الله بحول الله ساهلين باش نحققوهم ان شاء الله اخويا. ما عاد ما مازال وبحول الله باش نوصلوا لاباس بقرايتنا اخويا وبالمونتاليتي نظيفه بحول الله باش نوصل. قضيت الوالدين صاحبي لولا انا، هذيك هي لولا انا يا صاحبي. والثاني؟ الثاني لدرجه هذه الشاب التونسي ما عادش عنده ما يتمنى، لدرجه هذه ما عادش عنده امنيات. هذيك هي كما قلت لك لولا انا رضيت الوالدين صاحبي. ياك هذيك هي الامنيه صاحبي. هذه ما يهمني في شيء، يهمني كان في رضاية الوالدين صح. كي امي وبابا يبدوا راضين عليا تجي الفلوس، تجي برشا حاجات صح. كلامك محلاه، الأمنية الثانية شنو؟ الأمنية الثانية ربي إن شاء الله ربي يهدينا ونولوا نصلوا صاحبي ونولوا نعطوا في حق ربي وجونا مريقة صاحبي حتى كل شيء يتحل في الدنيا. قلت لي رضا الوالدين، مرضي والديك عليك ولا؟ والله صاحبي مرضي والدي. مش متعبهم؟ مش منش متعبهم، صحيح تعبوا عليا، تعبتهم وتعبوا عليا وان شاء الله يسامحوني صح. والله بالرسمي صح، كلام من القلب صاحبي خالص، حبوسيات وخفيف صاحبي وان شاء الله يسامحوني عند رب صاحبي. علاش انت تقول لي فيها وكالدمعة في عينيك وغصة في كلامك علاه؟ بالرسمي والله ربي امي وبابا صاحبي هذوكم لولانيين صاحبي، لا حش الا بفلوس، بالرسمي ما حش بشيء في الدنيا هذا. حاشي كم رضايه الوالدين صح، والله لا حاشي لا بالفلوس لا بحرقه لا حتى شيء. بالرسمي ان شاء الله امي وبابا يرضوا عليا في الدنيا وفي الاخره صح. توبه صحيح الحمد لله يا ربي، توبت وصحيح وكير في الريف ميمتي وبابا كل يوم بجنبي يا ربي وليك الحمد. فهمتني؟ انت ذقت الضيق ولا يذوقوا الحبيب ولا يذوقوا العدو؟ الضيق يقول لك حبس انت بنوش حتى العدو. مش تنصح الشباب تو اللي مش في ثنيه خايف؟ سايب عليكم صاحبي ما الاحرام بطاله صحيح الناس الكل وربي يهدي صاحبي وانا شادين الحياه ما الاحرام يزي منه صح. ذي خايب والله.